سلطان الأحيان يرجع لمباراة الشباب والحزم فنياً عاد. فوز مهم للشباب رغم الظروف، تكلم عن ظروف قبل المباراة، غايب عندك أهم لاعب في صناعة الفرص والأهم لاعب يتحكم في رتم المباراة، تكلم عن بانيقا، غايب عندك كذلك شراحيلي، غيابات أمام فريق منافس مميز هجومياً، سجل 3 أهداف مع التعاون، 2 أهداف مع الأهلي، فأمام هذه الظروف وأمام هذه الغيابات تخرج بفوز اللي غبت عنه من أول موسم، تخرج بكلين شيت لأول مرة هذا الموسم، أعتقد أنه يحسب لك هذا الفوز بشكل كبير، خاصة بعد الطرد اللي أثر عليك في الدقيقة 42 من الشوط الأول. أكثر من سبب خرج به الشباب اليوم، وأعتقد أنها أمور فنية أولا للمجموعة وكذلك لشاموسكا. أولها التركيز على طلب الكرة في المساحة، قراءة فريق الحزم اللي يلعب بدفاع متقدم وتعتمد على اللعب في المساحة خلف هذا الخط، هذه من أهم الأسباب اللي صنعت فرص أكثر لفريق الشباب. ولما أتكلم فرص أكثر أتكلم في 20 دقيقة أو 25 دقيقة 4 فرص محققة للتسجيل، هدف وهدف ملغي وفرصتين محققة للتسجيل. عرف أنه أمام فريق متكتل بهذا الشكل، أمام دفاع متقدم، اللعب في القدم حيكون هامش الخطأ فيه كبير وهامش قطع الكرة فيه كبير، فالاعتماد على الكرة الطولية خاصة أنك تمتلك عناصر في الوسط تصنع هذه الحلول بتمريرات متقنة، صنعت فرص من أقل يعني هذه التمريرات. النقطة الثانية والأهم للشباب اللي أعتقد تطور فيها رغم الغيابة زي ما ذكرنا على المستوى الدفاعي، اللي هو التوازن والمساندة الدفاعية لأطراف الفريق ببلوك واحد للفريق بتقارب كبير بين خطوطه، هذا الشيء منع فريق الحزم اللي كان يجد حلول في كل مبارياته على المستوى الهجومي اليوم فرصة وحيدة. يعني لو بانيقا موجود يختلف الوضع؟ في صناعة الفرص يختلف أكيد بانيقا كقيمة مميزة، ولكن أكثر ما أضافه الشباب يعني هذا اليوم أكثر من قيمة على المستوى الدفاعي، اليوم الفريق ما عليه أي فرصة، فرصة وحيدة الشوط الأول لفواز، فرصة ثانية الشوط الثاني اللي هي الفرصة المحققة الوحيدة للحزم في المباراة ضربة الجزاء وتألق فواز في صدها. النقطة الأهم للمباراة بشكل أجمع تألق أكثر من نجم يرتكز عليهم فريق الشباب، وأتكلم بداية عن إيجالو، هذا النجم اللي أعتقد أنه رأس حربة متكامل على مستوى التسجيل على مستوى التمركز، وبرأيي الرهان عليه هذا الموسم حيكون من المنافسين الأوائل على هداف الدوري. استقطب الشباب الموسم الماضي في الفترة الشتوية ما كان جاهز، ورغم عدم الجاهزية إلا أنه أثر على مستوى التسجيل، اليوم هو هداف الدوري ب4 أهداف، 2 أهداف توضح لك هذا التألق صحيح حتى على مستوى الفرص، في أكثر من فرصة أضاعت من هذا النجم ولكن تمركزه هو من صنع هذه الفرص. تكلم عن متعب الحربي اللي أعتقد أنه إضافة كبيرة للشباب هذا الموسم وللمنتخب الوطني مستقبلا، لاعب صنع حلول هجومية على المستوى الهجومي أو حتى على المستوى الدفاعي، وتحديدا اليوم انضباطه مع فواز على المستوى الصقور على المستوى الدفاعي، يتكلم عن لاعب على المستوى الدفاعي كسب 6 مواجهات مباشرة من 7 توضح لك قيمة هذا اللاعب دفاعيا وحتى على المستوى الهجومي شفناه كيف حتى يسجل الهدف. النقطة الثالثة فواز القرني وتألقه المستمر مع فريق الشباب من بداية مشاركته، وضح لك إن قيمة هذا الحارس أعطت كثير من الثقة لخط الدفاع اللي لا زال يحتاج تكامل على مستوى عودة الشراحيلي أو حتى عودة حسان تنبكتي اللي حضيف كثير لهذه المنظومة، أو كذلك صد ركلة الجزاء في توقيت كان قادر الحزم على العودة، هذا من أعطى تفوق فريق الشباب. اللاعب الآخر كذلك نادر الشراري اللي أعطى إضافة كبيرة وأعطى توازن أكبر على المستوى الدفاعي، لاعب كان من نجوم المباراة، أعتقد هذه النجومية لهؤلاء الأربعة كانوا من نجوم الفريق. للحزم غياب أولا جون أعتقد أنه من العناصر المهمة اللي افتقدها الحزم اللي صنع التفوق في جولات ماضية، اليوم على المستوى الهجومي الحزم كان غايب كثير، أولا جون كان فاتح جبهة هجومية مع الفرق 3 اللي قابلها في الجولات الماضية، غيابه اليوم أثر وإن كان التنظيم الدفاعي لفريق الشباب زاد هذا التنظيم. للشباب حتى التعزيزات اللي كانت في تغييرات الشوط الثاني، نتكلم عن هتان والجوعي، أصبحت للهلال للشباب حلول هجومية في الدكة، نتكلم حتى ترك العمار إذا رجع، حتى نواف يعني العابد حيضيف إضافة كبيرة، مع هذه الغيابات الشباب ظهر بهذه النتيجة اللي تعيد الفريق للمنافسة، تعيد الفريق لوضع الشباب اللي كان عليه الموسم الماضي.